الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية اجتماع الأقارب في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. رؤية اجتماع الأقارب في البيت بالمنام علامة على الرزق والسعادة القادمة لصاحب الرؤية تلك الأيام. من يرى في حلمه اجتماع الأقارب دليل على الحب والفرح الشديد لأهله تلك الأيام. من يرى في منامه اجتماع الأقارب في الحلم علامة على السعادة والمنفعة الكبيرة التي يحصل عليها تلك الفترة. رؤية اجتماع الأقارب في الحلم علامة على البركة والصحة التي يتمتع بها صاحب الرؤية تلك الأيام. عزومة الأقارب في الحلم دليل على الترابط العائلي بشكل كبير تلك الفترة. من رأت في منامها عزومة الأقارب في الحلم دليل على انتهاء المشاحنات والمضايقات بينهما. رؤية عزومة الأقارب في الحلم دليل على الخيرات القادمة بشكل كبير خلال هذه الفترة. رؤية عزومة الأقارب وكان هناك فوضى وعشوائية علامة على الحسد والحقد بشكل كبير للغاية بينهم، والله أعلى وأعلم. دعوة الطعام في المنام علامة على زوال الهموم والمشاحنات بشكل كبير. دعوة الشخص إلى الصلاة في المنام علامة على الخيرات القادمة لصاحب الرؤية بشكل كبير. رؤية الرجل أنه يدعو شخصا للصلاة علامة على التقرب من الله تبارك وتعالى. رؤية دعوة شخصا للصلاة في الحلم إشارة إلى الأفراح القادمة بشكل كبير تلك الأيام. رؤية دعوة شخصا للصلاة إشارة إلى تحقيق الأمنيات والأحلام. رؤية دعوة السفر في المنام علامة على حدوث أمر محزن للغاية تلك الفترة. رؤية دعوة السفر في الحلم دليل على القلق الشديد الذي يشعر به صاحب الرؤية تلك الأيام. حلم دعوة السفر في المنام علامة على الاحتياج الشديد الذي يشعر به صاحب الرؤية تلك الفترة، والله أعلى وأعلم. رؤية دعوة لحضور حفل زفاف علامة على الخير القادم لصاحب الرؤية تلك الأيام. رؤية دعوة الفرح في المنام علامة على العلاقات القوية التي توجد بين صاحب الرؤية وهذا الشخص، والله أعلم. من رأى في حلمه أنه يدعوك شخصا للزواج علامة على الحاجة للمساعدة خلال هذه الفترة، والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.